رأى العين الدكتور طلال أبو غزالة أمسية مشتركة بين جمعية الأوركسترا الأردنية الوطنية وجوقة ينبوع المحبة، وحضر الأمسية التي أقيمت في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق وزير الثقافة نبيه شقم والسفير البابوي لدى الأردن والعراق المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن وعدد من الأساقفة والآباء الكهنة وسفراء دول معتمدين لدى الأردن وجموع من الأخوات الراهبات من المؤسسات الرهبانية المختلفة وممثلي جمعيات خيرية. وتشرفت بأن رحب بي أبونا عندما رآني وقال نحن سعداء بأن يكون بيننا المؤمن، كلنا مؤمنون، وكنت سعيد بهذا اللفظ الجميل لأن ما يجمعنا هو الإيمان، ليس هنالك أي تمييز بين الأديان فيما يخص الإيمان بالله سبحانه وتعالى. عندما أسأل في المقابلات دائما عن سر النجاح أقول كلمة واحدة: المحبة. ليس في الدنيا سلاح أقوى من المحبة، لا الطائرات ولا الصواريخ ولا القنابل لها مفعول المحبة. إذا أردت أن تنجح وأن تسعد، أن تسعد أنت، أحبب كل من حولك. أنا أقول دائما أنني أحب كل من أعرفه وكل من أتشرف بلقائه، وبشكل خاص أحب حتى من لا يحبني. ويسألوني كيف بتحب واحد ما بيحبك؟ أولا أنا كمان أفخر بأنني تربيت في بداية حياتي الدراسية في المدارس المسيحية وتعلمت ثقافة المحبة في هذه المدارس. فلكن عندما أسأل كيف أنك ممكن أن تحب من لا يحبك، قلت: من يحبني له فضل علي أنه يحبني، ومن حبه لي يساعدني وله فضل علي. أما الذي لا يحبني فله فضل علي أيضا، لأنه كما يقول الصينيون: سامح أعداءك ولكن لا تنسى أسماءهم. فأنت تعرف أن هنالك من هو مترصد، هذا الذي لا يحبني هو مترصد بي وينتظرني لأخطئ، وبالتالي فهو يحميني من الخطأ، وبالتالي له فضل علي فأنا أحبه. أنا أحب من يحبني ومن لا يحبني. الله معكم، وشكراً لوجود نورسات اليوم كمان معنا. بالحقيقة اليوم كانت أول كونسرت ما بين ينبوع المحبة وما بين أوركسترا المحد الوطني بعدد 132 عازف مرتل، وهي أول خبرة لنا. قدمنا ريبرتوار بين الإيستر وما بين الألام والقيامة، قدمنا ريبرتوار بين ألحاننا وكلماتنا وألحان عالمية. وقدمت خلال الأمسية باقة من التراتيل والألحان المميزة التي كانت من كلمات وألحان الجوقة، أنشدها ما يزيد عن 130 عازف ومرتل.